مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل مهارات جديدة، هي يعني الطريقة يمكن تكون مختلفة شوية، بسيط، حاجات بسيطة بس تريكس كده. هنعمل وصفة يعني ايه، يا بيختلف عليها اتنين يا ما بيختلفوش، يا اما بيحبوها قوي يا اما بيحبوهاش خالص. بس ان شاء الله الطريقه دي يعني هتناسب ناس كتير قوي من اللي بتحب السبانخ. احنا ان شاء الله هنعمل النهارده السبانخ. السبانخ يعني بتبقى كده جميله ومرعرعه زي ما بيقولوا في الوقت بتاعها، وهنعملها بطريقه لطيفه كده، وان شاء الله يا رب تنول اعجابكم. هنراعي فيها طبعا مرضى الكبد، بيبقى شويه تقيله السبانخ عليهم على الكبد عشان نسبه الحديد وكده. فالنهارده انا هعملها بطريقه نخف شويه منها للي حابب يعني، واللي يقدر انه يدوق منها او يستطعمها حتى لو معلقتين منها على شويه رز ولا حاجه. طيب هنقول المقادير ونبدا مع بعض نشتغلها سوا، ونشوف كده ايه الحاجات اللي هنعملها مختلفه بسيطه في الوصفه دي. طيب عندي سبانخ بالحمص، النهارده انا هعملها بحمص الطبيخ. السبانخ هعملها النهارده بشويه حمص طبيخ. في ناس بتحب تحط فيها رز، انا بحب احط فيها حمص الطبيخ، نستفيد منه طعمه بيبقى جميل قوي. عندي كيلو سبانخ او على حسب عدد افراد الاسره. عندي كيلو لحمه مكعبات ومسلوقه، وهقول لكم اتسلقت في ايه وكل حاجه. وعندي بصله مفرومه، وعندي كوبايه من الحمص المسلوق او نص كوبايه على حسب كميه السبانخ. طيب عندي توم مفروم، عندي كوبايتين من عصير الطماطم، وعندي معلقه كبيره صلصه طماطم او معلقتين على حسب يعني اللون اللي بتحبوه. عندي كزبره خضراء مفرومه، ده لازم ومهم قوي. عندي معلقه سمنه، وممكن تعملوها بزيت بس ما فيش مشكله، يبقى طعمها حلو برده، زيت نباتي ما يجراش حاجه. كوبايتين من المرق، ربع كوبايه من الميه. عندي مكعب مرقه، وده اختياري، مكعب مرقه خضار. عندي معلقه سكر للصلصه، اي حاجه فيها صلصه ضيفولها بس معلقه سكر في الطبيخ عموما او في الحاجات اللي هي بتحبوا تسبكوها شويه عشان الحموضه، بتدي طعم حلو. عندي معلقه كبيره كزبره جافه وملح وفلفل اسود. هنعملها طشه طبعا، الطشه دي جميله قوي من ايام زمان، من ايام جدتي ومامتي والناس الجميله دي. هنعملها توم مفروم وكزبره جافه وشويه زيت، او عايزين تستخدموا معلقه السمنه الصغيره البلدي دي في الطشه عشان تدي طعم، ما فيش مشكله خالص، اللي يريح حضرتك. طيب انا هنا بسخن الحله بس شويه حلوين علشان بسم الله الرحمن الرحيم، علشان تبقى ايه سخنت معانا وتمام. بكره ان شاء الله اللي مستني مننا المفتقه، ان شاء الله هنعمل المفتقه بكره باذن الله بطريقه جميله، وجبت لكم مفاجاتين مش هقول عليهم الا بكره مع المفتقه. للي حابب هقول لكم جبتهم منين كمان. بس اسمحوا لي الاول ابعت تحيه طبعا لاهل شبرا، لان الحاجه دي انا ما لقيتهاش، لفينا عليها الحقيقه وما جاتش غير من شبرا، حاجه من الحاجات اللي بنحتاجها في المفتقه نادره ومش موجوده خالص، بس ربنا وفقنا ان احنا لقيناها عند عطار من العطارين المحترمين في شبرا. طيب انا بس بسخن الحله شويه وبعدين هبدا احط كده معلقتين زيت صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ما بحبش احط دهون كتير، خلينا نستفيد بالقصه دي. وعندي حله تانية هنا، الحله دي فيها اللحمه بسخنها بس، وهسخن هنا جوه عشان الحله دي انا هعمل فيها الخطوه اللي بقولها لحضراتكم خاصه بالسبانخ، تكون سخنت معايا هقول لكم هعمل فيها ايه. هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم البصل، بصله حلوه كده بسم الله. وطبعا اول ما باخد البصل بحب اطعمه عشان البصله دي لما بتطعم بتدي للاكل كله طعم جميل، في محشي، في فراخ محشيه، في طبيخ، في اي حاجه، حتى تلاقوا كده الريحه بتاعتها في التحمير اختلفت كده. بصلايه كده لما نخليها تصفر، هاخد شويه معلقه ثوم واسيب شويه علشان الطشه. خلاص كده نشوحهم حلو هنا، وبسخن هنا حله فاضيه خالص. اللي حابب يعمل الخطوه دي يعني بيبقى قلقان شويه من السبانخ وعايز يخفف من نسبه الحديد اللي فيها، وده انا بتكلم عن مرضى الكبد يعني تحديدا، لانه في ناس منهم بيحبوها قوي، بعتوا لي كتير على الخاص انه يعني ما فيش طريقه نهندل بيها شويه، يعني ننزل منها نسبه شويه من نسبه الحديد العاليه والقويه قوي دي، فان شاء الله نعملها كده. بصوا شوحنا روعه، ريحه البصل اختلفت. هناخد هنا بسم الله المكعب المرق، مكعب المرق ده بيدي طعم حلو، مرق خضار. خلاص وانا عندي طبعا مرق لحمه خفيف بدفيها بس. بصوا سلقت اللحمه هنا اوريها لحضراتكم، بس هنا هي لسه في البوكيه جرنيه بتاعها اهي،
بصوا اتسلقت جزر وبصل ولحمه غالبا ما فيهاش دهون كتيره يعني اهي اتسلقت ودي بتبقى لطيفه ان السبانخ ما بتحتاجش تغلي كتير وقت على النار فالافضل انكم تستخدموا اللحم يكون مسلوق ليه علشان هي كورق على طول في ثواني بتستوي فما هياش زي البسله والجزر ما هياش زي مثلا فاصوليا ممكن تاخد سوى اللحمه معانا خلاص شوحنا المكعب وداب خلاص هنحط الصلصه بسم الله عشان برضو نطلع منها الماده الحافظه اللي فيها فرصه حلوه نحطها هي الاول على النار عشان نطلع منها الماده الحافظه دي كده وهاجي هنا هاخد عصير الطماطم بسم الله طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه حبه كده اهو خلاص وطبعا طالما ضفت الطماطم يبقى هحط معلقه السكر معلقه صغيره عشان الحموضه ماشي الكلام هنقلب بس تقليبه حلوه كده وممكن رشه بسيطه من الفلفل تاتش ملح هنسيبها بقى شويه هنا خلينا كده ايه نغطي هنا عشان ما ترطش علينا وناخد ايه بسم الله نحط زي هنا وتعالوا بقى انا هنا سخنت الحله حمص الطبيخ اهو ده شكله اوريه لحضراتكم ده حمص الطبيخ هو شبه الحمص اللي في المقله بس يعني ده حمص طبيخ خلاص غير الحمص بتاع المقله ده عايزه اقول لكم فيه نسبه الياف عاليه وجميله جدا بتساعد على الشبع لفتره طويله جدا وكمان بيساعد في الوقايه من الامساك والقضاء على التقلصات والانتفاخات والحاجات دي كلها وبيحسن جدا عمليه الهضم وحركه الامعاء جدا عايزه اقول لكم بصوا امسح كده عندي هنا السبانخ هاخد كده الكاتنج بورد في ناس بتحب العود بتاع السبانخ من فوق بتقطعه معاها مفيش مشكله لو حابين تعملوا كده يعني مفيش مشكله كده هاخد بس ايه خلي دي هاخد السكينه ماشي يلا هي على فكره السبانخ بتخس يعني بتخس تعمل دايت اول ما بتحطوها ايه السبانخ دي من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده قويه جدا واللي بتحارب السرطانات وخصوصا سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الجلد بصوا وبتعزز جدا صحه القلب والاوعيه الدمويه بصوا هنزلها هنا الاول شايفين الحله اللي انا حطيتها ما فيهاش حاجه خالص ما فيهاش اي حاجه ها بصوا بقى هي تعتبر من الخضر اي خضروات ورقيه غامقه غنيه فيها نسبه مضادات اكسده عاليه جدا وفيها حديد عالي جدا وزنك وفيها حمض الفوليك اسيد والكالسيوم وانا الحقيقه ما بحبش اقطعها صغنن قوي بحبها تبقى باينه كده وفيها طبعا فيتامين الف غنيه فيتامين الف فيتامين جيم وهي بصوا الحاجات دي كلها بتحافظ كمان على فكره على مستوى ضغط الدم الطبيعي عايزه اقول لكم جميله جدا عارفه ان في اولاد ممكن يكونوا مش بيحبوها قوي بصوا لونها جميل ازاي اهو وهناخد الباقي عايزه اقول لكم بقى الناس اللي عندها انيميا الاطفال اللي عندهم انيميا انا بلف طول ما انا شغاله بلفها عشان اخد الورق مع بعضه نقوها بقى عادي وافتحوها واغسلوها ورقه ورقه وبنقعها في ميه وخل بطاطس ليه لا بلاش بطاطس بلاش بطاطس مع السبانخ بلاش بطاطس افضل تبقى سبانخ حمص رز ممكن شويه رز مثلا يعني خليني بس اخد كده بالسباتولا هنا هتبدا تنزل هتخس معايا دلوقتي وهقفل عليها دلوقتي الحله حالا عشان تساعدني البخار انها ايه تخس بسرعه وهنا سايبه الصوص اللي احنا حطيناه ياخد غلوه كده مع بعضه
بسم الله. خلاص احنا معلين النار. تمام هقفل كده، هسيبها 5 دقايق بالظبط لما تخس. وناخد ام اسلام حبيبتي. صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. اقول ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ربنا يعينك يا عمري والله. ربنا يعينك ويسعد كل ايامكم يا رب. رب يا حبيبتي. حبيبتي يا رب. تسلم ايديكي يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي. تسلمي. دي اكله اسلام المفضله. يا نهار ابيض. طب انا ههديها الاسلام بقى النهارده. ما اعرفش طريقتي هتعجبه ولا طريقتك هتعجبه. احلى اكيد طبعا. ربنا لا انت من ايدك كل حاجه جميله. يا رب خليكي يا حبيبتي. وانا يعني انا اتعلمت منك كتير يعني. يا روح قلبي. قد اسلام وانا يعني طبعا. لا ما تكبريش نفسك. لا انا اكبر. لا 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 لا. الله يسعدك يا رب. كبيره المقام والله. الله يسعد قلبك يا حبيبتي. تسلمي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين 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 يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي واكلاتك الجميله كل حبيبتي. حاجه حلوه منك حبيبتي. كمان بشكرك جدا على الموتزاريلا امبارح حبيبتي. كانت حلوه قوي والله العظيم. الحمد لله. افضى بس شويه كده وهعملها ان شاء الله هقول لك عليها ان شاء الله. ودايما عامر يا روح. ربنا يبارك لك يا حبيبتي وسلامي لكل كرو البرنامج. القناه الجميله ربنا يبارك لكم كلكم. الله يخليك والله. القناه الجميله اللي جابت لنا احلى يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا والله. ربنا يعزك يا حبيبتي. شكرا جزيلا يا روحي. صباحك رضا من رب العالمين يا رب. صباحك هنا ان شاء الله حبيبتي. تسلمي لي. شكرا يا ام اسلام نورتينا وشرفتينا. تسعدني مكالمتك والله. حبايبنا اللي بيصحوا مخصوص ويعني بيبقوا ممكن يبقوا سهرانين وفي ناس بتبقى بره والله بيحافظوا على انهم يكلموني دايما ويسلموا عليا. بصوا كده بدات اهي البخار بقى بيبدا يخسسها شويه. خليني اديها تقليبه بسيطه. انا كنت واخده لها سباتولا. فين اهي. اهي كده هتبدا تنزل شويه ميه تحت. خلاص هناخد بقى احنا شويه الميه دول. طبعا انتوا للاطفال ما تعملوش يعني الطريقه دي ما تعملوهاش، بس لو اتعودوا انهم ياكلوها كده خلاص. بس انا بقول علشان في ناس اهي شوفوا بتخس على طول ازاي واللون يتحول الى اخضر داكن اكتر مما كانت عليه. هنا كده هقفل برضو على شويه دول عشان هي تحت خلاص. بسم الله. وهناخد دي كده عشان الخساره حرام. طيب انا زودت شويه مرق حوالي كوبايه. خليني احط حمص الطبيخ الاول. خلاص انا مش نقعه من كتير لسه لازم ننقعه. هناخد منه كده نحطه جوه هنا. بسم الله كده شويه يعني مثلا ايه 4 معالق ولا 3. مفيد جدا عايزين نستفيد منه. شايفين ازاي بحط الحمص بالشكل حضراتكم شايفينه ده. وهنزود تاني شويه لسه. ومعانا مدام منال من الجيزه. اهلا وسهلا. يا صباح الفل. صباح الجمال. صباح الفل عليك يا مدام منال. هي دي الاكلات الحلوه يا عظيمه. الله يسعد قلبك يا رب. ربنا يخليكي. اه والله. بس عايزه اسالك الحمص اللي انت بتجيبيه ده الحمص العادي اللي احنا بنجيبه من المقله؟ لا ده حمص طبيخ من العطار. حمص طبيخ من العطار. طيب انت دلوقتي لما انت حاطتيه انت سلقتيه؟ انا لا نقعته. هو بقى هيستوي. مش بياخد وقت. هيستوي مع السبانخ. بس انا حطيته قبلها شويه عشان مش نقعه بقى ليه كتير. اصل انا لما بعملها في الاخر بحط شويه رز. ما انا لسه بقول ممكن حمص وممكن رز. بس لو جربتيها بالحمص هتعجبك برضو. حقيقي عجبتني قوي شكلها كده خضر كده وجميله. يا حبيبه قلبي. تسلم يا رب. تسلم يا حبيبتي وتعيش. بشكرك على حلقه امبارح فعلا كانت جميله قوي يا شيف عظيمه. شفتيها انا قلت ان انت ما كنتيش موجوده. شفتها امبارح فعلا بس انا كنت مركزه قوي معاك. يا حبيبتي يا حبيبتي. تسلمي والله. وسمعتي كمان اللبن والحاجات ديت. ايوه صراحه عجبتني قوي وانا هعملها. الحمد لله. اعمليها وقولي لي رايك فيها وطلعت معاكي بجد عامله ازاي. خلاص يعني رايك يهمني يا مدام منال والله. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. تسلم يا حبيبتي. صباحك زي الفل. واشكرك على ذوقك وكلامك حبيبتي. وبصراحه يعني انت انسانه محترمه فعلا. الله يسعد قلبك يا رب. ما تحرمش من حضرتك ولا من مشاهدينا الكرام. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا مدام منال. صباحك رضا يا حبيبه قلبي من رب العالمين يا رب. وببعت تحياتي طبعا لمدام سميره ولكل اصدقائنا وحاجه سعاد ومدام ثريا حبيبه قلبي. بصوا بقى بصوا الميه اللي نزلت اهي شويه الميه دول شايفينهم فيهم نسبه حديد برضو عاليه كده. فانا هاخدهم اعمل فيهم ايه؟ هصفيهم اهم. بسم الله مش هيجرى حاجه. وهديها
بسم الله الرحمن الرحيم. شطفه بس، شوفوا بقى انا بساعد ان انا ايه، لكن انتوا في البيت للاطفال خلاص. الخطوه دي برضو بتعقمها كتير جدا الحقيقه، وبتخلي ما فيهاش الطعم القوي اللي فيه كتير ناس بتتضايق منه. عارفين ليها كده زي عارفين زي ايه، زي الخرشوف لما تسلقوه تلاقوا ليه ريحه كده زي الاجزه كده، هي دي. بصوا ادي الميه اهي، شايفين اهي، هاخدها بقى بميه ساقعه خالص عشان احافظ عليها. ميه ساقعه، هرمي هنا ده وهشطفها كده تحت الميه بسرعه. ميه ساقعه خالص اهي، وهاخدها طبعا تحافظ عليها وتحافظ على الفيتامينز اللي فيها، تبقى جميله. وهاخد السبانخ الحلوه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، هننزلها بقى هنا. كده، وهنزل بقى معاها، بصوا بقى هتبقى جميله. معانا حد ما بيحبش السبانخ بس تمام، يعني هيحبها ان شاء الله. هنحط اللحمه بقى اللي احنا سلقناها، وهزود شويه من مرق اللحم الجميل ده. والشوربه دي خساره ما ترموهاش، احتفظوا بيها تنفع قوي. نعمل شويه كشك، نعمل شويه مثلا شوربه لسان عصفور، شوربه خضار. عندنا اهو على مرق لحمه جميله كعبات حلوه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. قعدت اقول لهم ايه اضحك حضراتكم قبل الهوا، اللحمه دي انا عداها، فيعني اوعى حد ياكل منها، ما تعملوش زي المثل بيقول ايه، ستي لئيمه وانا قلقان منها، تعد اللحمه وانا ايه، عارفاه ده؟ عارفينه يا بنات؟ تعد اللحمه وانا اقطم منها، اقطم منها، يعني هي يعني ذكيه، بس انا بقى على مين؟ ها؟ انا هخليهم لها بعددهم، بس هبقى كله اطمه من كل واحده واحده. انا ما عارفه يا نور عيني، لا انا بقول عشان محمد بس، ساعات انت عارفه كده ايه، وبيحب يجامل، بيحب يجامل قوي محمد يا حبيبي من انا والشفا. يلا معلش اهو، بصوا بقى ادي خلاص تمام. هناخد بقى شويه مرق صغننين قوي، نونو نونو خالص، بسم الله. بس انا بقى هجهز من الناحيه الثانيه، استنوا لسه بقينا الكزبره الخضراء. لا الكزبره الخضراء الاول، ايوه هنعمل كده. هناخد بقى كده تقليبه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، بسم الله، كزبره خضراء بس، ايوه احلى حاجه، ما حدش يحط شبت، كاننا هناكل محشي زي بالظبط لو عملنا الشبت زياده في الممبار. هو في ناس بتحط له خرطه المحشي، بس هو بيبقى ليه تكنيك كده في العمايل عشان تطلع تشم ريحته وهو مسلوق، وانت حتى حاطه في الفريزر وتيجي تحمروه كده يا اولاد تحسوا الخلطه بتتكلم. اه والله، بصوا الجمال، تعالوا بقى ايه نقفل كده على الجمال ده ونستعد لبريك كده. اه حبه، لا رز ابيض بقى، السبانخ عايزه رز ابيض، حبه وحبه ماشي عشان خاطرك يا مونتي، والله ده انت تؤمر يا مونتي. وبنبعت لماما مونتي تحيه عشان هو من الناس الجميله اللي ايه، عارفين المتربيين زينا على حاجات زمان واصول زمان والحاجات الجميله دي. الحقيقه احنا محظوظين يعني في مجموعه هنا من الناس بجد في كل يعني المجالات، حقيقي ناس جميله ومحترمين، وتحسوا كده انهم الشباب عارفين ايه اللي متربيين كده فعلا، ما يتقالش عليهم غير انهم متربيين. اسمحوا لنا بقى ان احنا نستاذن حضراتكم في استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل الوصفه بتاعتي، شوف هنعمل ايه جنب السبانخ دي بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. بصوا انا اكتشفت في حتتين لحمه في الحله اللي حطيناهم، بصوا بقى هنقلب تقليبه كده حلوه. الله الله يا سيدي، الريحه روعه، لسه الطشه بقى. تسلموا حبايبي، لازم تدوقوا، مش عارفه اعمل لكم شويه رز ابيض ولا اعمل الفرخه عشان مش ملحقه بصراحه. حبه وحبه حاضر. هنستصفح حضراتكم بقى، هنعمل وصفه جميله للي بيحب الفراخ المحشيه. طبعا هو زمان كانوا اهالينا ربنا بقى يديهم الصحه ويرحم منهم من توفى، الفراخ المحشيه دي اللي هي الصغنونه، عارفين الديوك والفراخ الشامورت بيقولوا عليها، فراخ شامورت، كانوا بيحشوها لنا بالفريك وبالرز بالكبد والقوانص والحاجات الجميله دي. النهارده عايزين نعمل فرخه كده، يعني نطلع من الروتين، اللي عايز يحشيها رز يحشيها،
اللي عايز يحشيها فريك هينقع الفريك زي ما احنا اتفقنا، الفريك البلدي اللي من عند العطار اللي مخدر سنه، ينقعه بس فتره حلوه عشان يدي نتيجه حلوه. ناخده تحميصه كده ونشوح الكبد والقوانص ونديها بقى المستكه والمنكهات بتاعتها عشان تبقى ريحتها حلوه ونحشي بيها. طيب تعالوا بقى كده، انا الاول هنا هجهز الطشه. خلوا بالكم اللحمه مستويه وما بهريش السبانخ، ما بسيبهاش انها فيها تكمله سوا بعد كده، فاسمحوا لي اعمل الطشه بسرعه. هناخد كده للطشه بتاعتنا، ادي السمن، مقادير الطشه او الدجاجه المحشيه هقول لكم الاول مقاديرها. عندي فرختين متوسطتين زي ما انتم عايزين، من كيلو لكيلو 200 ل 300 لاقصى حاجه 500 عشان تستوي معاكم حلو في الفرن. عندي حشو، كوبايه رز، عندي كبد وقوانص بتاعت الفرختين، وعايزين تزودوا عليهم شويه بربع كيلو مثلا 100 كيلو ما فيش مشكله. عندي ثلاث بصلات مفرومين حلوين متوسطين، وعندي فصين توم او معلقتين توم مفرومين، عندي ثلاث فلفلات خضر حار وبتدي كده تيست حلو، لو مش عايزين مش مشكله حطوه بارد. عندي ربع كوبايه من الصويا صوص، وعندي معلقتين من الزيت. طبعا ملح وفلفل وبهارات، الحاجات اللي احنا هنستخدمها. عندي معلقه سمنه، وعندي ورق لورا، وعندي قرفه وقرنفل وحبهان، ده عشان الكبد، وعندي بابريكا والسبع بهارات وكزبره جافه ورشه كمون، رشه كمون مرتين ليا يا اولاد، بتوصوني يعني ولا ايه؟ ملح وفلفل والاكياس الحراريه. النهارده انا عاملها في الاكياس الحراريه عشان اللي مش قادره او مش عارفه او لسه بنوته حبيبتي متجوزه او لسه ملهاش في المطبخ قوي وحابه انها تعملها تنجح معاها ان شاء الله وتستوي زي ما هي عايزه واكتر. هاخد معلقه سمنه واحده هنا كده، هاخد معاها الثوم، معلقه ثوم كده، والكزبره بسم الله كده، هتدي نعناع هربانه او قرنفليه تقريبا كده اهو، شايفين الجمال؟ ممكن نشيل الفصين الصحاح دول ناخد مكانهم حته بيوري عشان ايه ما يبقوش باينين في الاكل، شايفين الجمال اهم. الله على الريحه دي، ما فيهاش شهقه يا بنات، ما فيهاش الملوخيه بس. طيب تعالوا بقى نفتح عشان البخار ده يطلع منه كميه كده شويه عشان ما نضايقش الكاميرا. بسم الله اهو، يلا بينا حط الطشه وهي شغاله، شايفين اهي الله. تعالوا بقى ناخد كده وهنطفي بس، شايفين بقى ليها تكمله تسويه ازاي. هسيبها دلوقتي مش هغرفها، هسيبها في الحله خلاص. يبقى احنا كده قفل ريحه روعه اهي، خلاص هنقفل بقى عليها ونسيبها شويه تصلصل كده وتدينا تمام. يلا بقى تعالوا نبدا نقول مقادير الفراخ اللي هنعملها مره ثانيه عشان لو حد لسه كان هينضم للفقره. هنعمل الفراخ المحشيه برز وكبد والقلوب او الكبد والقوانص. معانا فراخ ومعانا كوبايه رز، انا عايزه الحله يا اولاد هاتوها لي. وعايزه عندي ثلاث بصلات حلوين كده، وعندي طبعا ثوم، وعندي فلفل حار ده اختياري، ممكن يبقى قرن واحد او شويه من الفلفل البارد مفيش مشكله. عندي ربع كوبايه من الصويا صوص، معلقتين من الزيت، عندي كمان معلقه سمن ده اختياري، وعندي مكعبين مرق خضار، ورقتين لورا، وعود قرفه او شويه قرفه، ثلاثه مسمار قرنفل، عندي رشه حبهان، بابريكا، سبع بهارات، كزبره جافه، ورشه كمون، ملح وفلفل، واكياس حراريه. طيب انا هبدا اعمل كالاتي، هاخد كده الجلافز بقى عشان الفراخ دي اتغسلت كويس الاول بالملح ونضفناها، وبعدين بالليمون. خلاص هناخد بقى الفرخه الاموره دي، حتى لو هي يعني اهم حاجه وانتم بتشتروها بس قولوا له ان احنا هنحشيها، فما يبداش بقى يشرطها يمين وشمال والرقبه تبدا تعمل كده والحاجات الغريبه اللي بتحصل دي. طيب هاخد كده منديل بس انشفها الاول كده، ونشبك الدراعين الحلوين دول هنا، وانا عايزه بس حاجه اشوح فيها. جابها لي اهي، تسلم ايدك يا محمد، شكرا. هنحط الحله دي هنا كده تنشف شويه عشان نبدا نشوح الخلطه بتاعتها. خلاص
انا هحشي مع حضراتكم دلوقتي شويه في الحشو اللي مجهزاه لحد ما تسخن الحله ونشتغل في الحشو تاني قدامكم. خلاص ادي الحشو، شايفين بقى السبانخ على السخونيه بتفضل عامله ازاي، بتفضل تغلي ازاي، هي انا طافيه تحتها على فكره، شايفين ما بعد السوى، عشان كده بقول لحضراتكم ما تسيبوهاش تغلي كتير كتير، يعني خلاص هي حاجات بسيطه خلاص. والحمص ده هتلاقوه استوى، احنا ناقعينه من قبل هيبقى استوى جميل. تمام اهي خلاص، هنبدا بقى ناخد من الحشو ده. انا عندي الفرخه زي ما عملنا في الحمام، فاكرين في الحمام حررت هنا، شايفين بصوا ايدي فين، هنا عند صدر الفرخه. عايزين بقى تاكلوا فرخه ما فيهاش حاجه خالص، هجيبوا قطعه زبده حطوا عليها شويه زعتر وروز ماري فريش ورشه ملح ورشه فلفل، وامسكوا الفرخه من تحت كده وخلوا الزبده تبقى من تحت كله كله كله، وربطوها حطوها في الفرن تستوي، وقولوا لي رايكم ايه في طعم اللحم اللي هيطلع. دي ابسط حاجه، حاجه كده ولا في الخيال. طيب انا هاخد من الخليط ده هحشي بقى جوه هنا حشوه حلوه، احشوا ما تخافوش، هقفلها بس مع حضراتكم الاول. وهاخد بقى في الجناب هنا، الله يرحمك يا ماما كانت تعمل لنا الفخ المحشيه دي قوي قوي على طول، كانت غوياها قوي يعني، كانت من الاصناف الاساسيه سبحان الله. زمان كان في حاجات كده مختلفه عنا دلوقتي، بس احنا بنرجع اهو تلف الايام ونلاقيها نعملها تاني، ولو الولاد ما درسوش الحاجات دي وبداوا يعني الثقافه دي هتندثر مش هنلاقيها. بصوا حبة حلوين، ده ايه عود قرفة سيبوه مش هناخده، ده هنا ممكن الفرخة دي تبقى بطة عادي جدا، توصل لمرحلة انها تبقى بطة. والرز ده مستوي نص سوا، تلات اربع سوا كمان، شايفين ازاي اهو كده، هنشيل ورقة اللورة دي مش عايزينها اهو، شايفين هلفها كده عند الرقبة شوية، الرقبة هنا خلوا بالكم مقطوعة عندي، بس ايه مفيش مشكلة يعني، ان احنا ندخل شوية نحشيهم من هنا، ممكن ازود كده، هزودهم من الناحية دي احسن زي ما عملنا في الحمام، هزق هنا عند الرقبة اهي، ودي هبقى اقفلها بتسبيك ولا حاجة. خلاص معانا مين؟ معانا دانا حبيبتي دانا. الو اهلا اهلا دندون. نعم ازيك يا روح قلبي؟ الحمد لله. عامله ايه يا جميله؟ طيب يا رب دايما. عامله ايه طمنيني؟ تمام يا رب دايما يا روحي. انا كنت عايزه اعرف طريقه النوتيلا. عايزه تعرفي ايه؟ طريقه النوتيلا. من عينيا بس كده عيني يا دندون، انزل لك طريقتها على طول وتعمليها في الخلاط سريعه وسهله، ايه رايك؟ اتفقنا؟ ماشي يا روح قلبي. شوف عظيمه قاعده دلوقتي محتسه بتكتف الفرخه، يعني مش عارفه اقول لك ايه يا دنا والله. اهي اهي حاضر، ناخد بس كتفتها عشان تبقى قليله الادب دي تقفل خالص. ايوه همسك بقى، بصوا دول بدي كده بخلة السنان بس عشان ابقى قافله على البتاع واشيلها بعد ما تيجي اهي، هقفل بس هنا عشان ابقى قافله عليها كويس. خلاص الجزء ده بس، وده اختياري يعني مش شرط اهو. خلاص كده تمام، هنا في حته مقطوعه عندي حضراتكم بقى تتلاشوها وانتوا بتطلبوا الفرخ، قولوا له من فضلك انا مش عايزه اجرح، زي ما بنطلب للحمام ساعات هو بيبقى فاكر ان الحمام ده مثلا هيتحشي فيقول لك ايه يروح قاطع الجزء اللي فوق في الرقبه، فلا احنا مش عايزين كده. خلاص انا هاخد بقى صينيه، انا خلاص شلت ده والحله هنا سخنت قوي، وهاخد كده الصينيه دي، لو ما عندكوش عرفتوش تكتفوها اربطوها. هحط هنا، انا دايما بحب مع الكيس الحراري احط نقطه ميه او مرق عشان يدي طعم ونكهه، يعني يطلع عليه فيه نكهه كويسه، ممكن ميه او مرق. هاخد الكيس الحراري، الاكياس دي بتجيبوها من السوبر ماركت، في منها احجام لارج واكس لارج ودبل اكس و3 اكس، تاخد لحد الديك الرومي
والكيس ده عادة بيبقى يعني صحي جدا للتسوية وقت طويل، وفي نفس الوقت سهل لأي حد بيبدأ يعمل الوصفة دي، سهل عليه، سهل على أي بنوتة وعلى أي ست بيت مستعجلة أو أي عزومة ترمي في الأكياس الحرارية وفي الفرن. بصوا الفرخة أهي هنحطها هنا. الكيس ده ياخد ممكن فرختين جنب بعض على فكرة. خلاص هقفل على الكيس، هقفل الفرخة دي، ملهاش ضرر وصحية ليها كده، وبتخلي الأكل يستوي بشكل كويس. بصوا ممكن تتقفل كده، أنا والله هربطه زي العقدة كده، هعمله كده، هديله نغزتين. عارفين ليه؟ عشان ما ينفجرش، يطلع البخار اللي فيه. بسم الله، هدي نغزة، اتنين، تلات نغزات اهم يا مونتي. ماشي خلاص، عشان ما تقولش ان انا ايه، انا مشيت اهو على الوصف حالا. بسم الله، حرارة الفرن المعتادة 180، لو عندكم الفرن حامي قوي يبقى 180، لو الفرن عندكم متوسط وحرارته كويسة يبقى 200، هيبقى شغال برضو. خلاص قبل ما بتطلع، لو انا ما لقيتهاش خدت اللون هشيل الكيس وهسيبها تاخد اللون تحت الشواية. خلاص هتطلع، هيشوفها مخرجنا دلوقتي هيجيبها لنا هناك، عقبال ما انا ابدا في الرز بقى اوري حضراتكم انا عملته ازاي الحشوه الجميله اللي احنا حشيناها دي. بصوا الفرخه، وهنغرف بقى السبانخ كمان، بس نخلص الاول الحشوه بتاعه الرز بتاعنا علشان ايه، دي مهمه بالنسبه لي قوي. خلاص ادي الفرخه، بصوا شكلها جميل ازاي ما شاء الله. افتحوها بقى من النص كده، قصوها بالمقص، اعملوها، وادي القفل اللي انا قفلتها شركه التسبيك. بصوا فضلت مقفوله ازاي اهي، تسلم ايديك، والتصوير جميل والله، شكرا ليكم. تعالوا بقى ناخد هنا البصل ونحمر الحبه الحلوين دول. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه زيت هنزل فيهم. اول حاجه البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بصل حلوين كده اهو، وفصين ثوم، وهاخد معاهم رشة الملح والفلفل، وممكن أطعم بمعلقة سمنة صغنونة، سمنة بلدي. بصوا أهي، شايفين الجمال؟ هنزل بقى عليهم هنا الكبد والقلوب، والله لو انتوا عايزين قوانص ماشي يعني، لا ممكن، بس لو هتعملوا القوانص دي ملحوظة حلوة والله يا مونتي، تسلم والله، والله انت ما شاء الله عليك. لو حضراتكم هتجيبوا فيها قوانص يبقى هتحطوا القوانص الأول تستوي وتاخد نقطتين مية أو مرق، وبعد ما تبدا تدخل في التسويه هتضيفوا الكبد، لان القوانص تسويتها غير الكبد عشان ما تبقاش بتعضعض معاكم. انا هقول للامانه بقول كل حاجه ماشي. يبقى احنا كده تمام، هناخد بقى التوابل بتاعتنا، ننكه الحاجات القمر دي، وطبعا شويه الصويا صوص الحلوين دول، وادي كزبره، عودين قرفه حلوين، ورقتين لورا، المرق، بهارات، السبع بهارات بتوعنا الحلوين، رشه كمون، ما تكتروش الكمون، وادي الفلفل، وهنشوح القمر ده، شايفين؟ ادي الجمال. تقدروا بقى تحطوا رز، تحطوا مكانها، انا هنا عشان قلوب وكبد فبتستوي على طول، فانا مش محتاجه حاجه. طيب هاخد شويه الرز، مش حاطه لهم اي حاجه، انا الرز ده ما غسلتوش لانه من انواع الرز اللي ما بتتغسلش اهو، اصلا يتاكلوا لوحدهم كده، شايفين ازاي؟ معلش انا حطيت مرق بس هاخد رشه فلفل كمان بس كده. خلاص يبقى شايفين الجمال، وهاخد من المرق اللي انا جبته من اللحم شويه صغيرين،
مش كتير بس كده اهم. شايفين ازاي على نار هاديه التلات اربع تسويه خلاص ماشي الكلام. شايفين ازاي اهم. هقفل بقى الحله دي وهسيبها على النار تتشرب شويه الحلوين دول. وتعالوا بقى نغرف السبانخ القمر دي. شايفين لسه بتغلي حتى الان بس هديت وصلصلت مع نفسها ازاي. مهم قوي نسيب الاكل ربع ساعه كده قبل تقديمه ياخد ويهتاح وياخد من بعضه. بسم الله يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللوش تعالى يا قمر. ايوه ايوه المغرفه المغرفه يا مونتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دي عين شغاله. لا بلاش استنى نقلتها على العين الثانيه اصلي. بصوا الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. مين يشهد للسبانخ مونتي؟ حبايبي معانا فاطمة من القاهرة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. ده حلو قوي. الله شوف الوصفة الحلوة دي. الله يسعد قلبك يا حبيبة قلبي. الله يسعدك. بتحبي السبانخ يا فاطمة؟ جدا. طب بالهنا والشفا يا روح قلبي. والله كان بودنا تبقي معانا. انا عايزة في البيت ازاي بتتعمل لما تبقى في الفطير. لا استني قولي لي تاني. السبانخ لازم تتعمل تبقى في الفطير. لازم تشوحيها الاول لوحدها وتصفي الخليط ده بصل وثوم ورشه بقى من البهارات بتاعتك ولو هتضيفي عليها اي نوع من انواع الخضروات تاني براحتك. خلاص اهم حاجه تصفيها كويس ما يبقاش فيها ميه. هتحطي معاها اجبان هتكمشها وتمسكها بس اهم حاجه تديها الثوم وتديها رشه جوزه الطيب عشان تديكي طعم حلو في الفطير. خلاص تمام هجربها واقول لحضرتك. جربيها حبيبتي ان شاء الله صحه وهنا على قلبك يا روح قلبي. نورتينا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا روحي منوره بيكي يا حبيبتي. تسلمي لي. بصوا كده اهو يلا نقدم بقى الصبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض الليمون ده احنا عاملينه في القناه. بصوا بصوا الليمونه. تعالوا بس قربوا شويه كده. قربوا مخرجنا الجميل بعد اذنك والنبي. استنى ما اجيب لفظ تاني. استنوا عشان امسكها بقى. الليمونه القمر دي اللي ريحته روعه واحنا بقى الليمون المخلل ده مع الاكله دي هتبقى اخر كمان. بس احنا هنعمل مخلل دلوقتي. بصوا الليمون. بصوا هي الليمونه ماسكه نفسها بس بصوا طريه وجميله ازاي. ريحتها بقى تجنن. لازم يعني اعملوا جربوا نوعيه الليمون ده اللي كامل اللي بيحبه ما بقى ما خسش وما حصلوش حاجه وزي الفل. تعالوا بقى دلوقتي نستسمح حضراتكم. هوريكم بس بصه اخيره على الرز. بصوا اهو اللي احنا عاملين ريحه روعه. بصوا بسم الله اهو المفروض اهدي النار بقى خلاص على حاجه بسيطه ونسيبه لحد ما نبدا بقى نحشي بيه زي ما حشينا في الفرخه زي ما حضراتكم شفتوا بالظبط. هنستسمح حضراتكم بقى في استراحه ونرجع نعمل يعني ايه مخلل من المخللات المحببه لينا برضو بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. عملنا السبانخ بالحمص الطبيخ. يا رب تنول اعجابكم التركه اللي فيها. شوفوا لسه داخل ناس في الفاصل عايزين يدوقوا يعني اللي عنده الكلى بيخاف شويه عليها الكبد شويه خايف عليه بس الطريقه اللي عملناها اخفت كتير من نسبه الحديد اللي موجوده فيها. اتمنى تعجب حضراتكم. الليمون اللي احنا عملناه من كام اسبوع الليمون جامد. الفراخ اللي احنا حشيناها ودخلنا الثانيه الفرن اوري حضراتكم برده شكلها تشوفوها عشان لو لسه حد منضم للحلقه. احنا بنعمل فراخ محشيه بالرز اللي عملناه بالكبد وبالقلوب واللي عايز يعمله بالكبد والقوانص ماشي بس هنسوي القوانص وش. انا حطيت ربع كوبايه مرق او ميه في قاع الصينيه وقفلت على الفرخه جوه كيس الحراري وخرمته 3 اخرام علشان ياخد سوا. هتاخد لها في الفرن وقت شويه تاخد لها مثلا ساعه لساعه وربع على حسب وزن الفرخه. تطلع جميلة. اللون بتاعها ده لون الفرن مفيش أي حاجة خالص جوه الكيس يعني هتطلع جميلة جدا. النهاردة احنا عايزين نعمل اللفت. احنا عملنا الزيتون الأخضر بكل الحاجات الحلوة بتاعته
وعملنا زيتون الكلاماتا الاسود، ويعني طلع زي ما حضرتك شفتوه يجنن، والناس اللي هنا يعني حتى الان عايزين ان شاء الله لما يخلص اللي عندي او يبدا اعمل المرحله الثانيه فيه، انه بياخد وقت شويه عشان نبقى عاملين كميه، نقدر نديهم بقى ويدوقوا منه. عملنا كذا نوع من المخللات، وعملنا الليمون السريع اللي وريته لحضراتكم دلوقتي اللي هو اخذ حوالي اسبوع وبعدين بداوا ياكلوا منه خلاص تمام. هنبدا نعمل الليفت بما انه موسم الليفت، الناس دلوقتي بقت سايبه الزيتون وبتاكل ليفت. خلينا نعمله عشان هو برضو ايه، انت تلحقوه في اوله، اما بيجي في الاخر بيبقى شويه هش كده ومفوش من جوه وتحسوه زي السفنج كده. فافضل حاجه الليفت الصغيره. طبعا اللي نقى ليفت بس كان كبير شويه، بس احنا ايه بنقول لحضراتكم الصح، نقوا الليفت يكون صغير عشان يبقى جميل كده وناشفه وحلوه. وبناخده نغسله كويس بفرشه الخضار، وبعدين بنبدا نشيل منه الحاجات اللي هي ممكن تبقى طالعه منه كده، شويه حاجات من الجذور بتاعته كده، ونقطعه. انا الحقيقه قطعته القطعه اللي بالمشرشره دي، ايه قطعه بتتباع كده، شوف دلوقتي لو محمد حاططها لي او هيجيبها لي اوريها لحضراتكم، بتتباع هي اللي بتشرشر تدي الشكل الحلو ده للفت او لاي جزر البطاطس لاي حاجه تطلعها مشرشره كده. هخليه يجيبها لنا والنبي يا عاصم. بصوا بتبقى جميله كده، تدي شكل يعني للفته كده بشكل جميل. ده اقتراح. فانا قطعت كمان البنجر زيه. احنا طبعا عندنا للفت لو هنعمل 5 كيلو لفت، عندي معلقتين كبار ملح خشن، دول للرش على اللفت نفسه. اللفت نفسه بعد ما بغسله وبقطعه برش عليه معلقتين ملح كبار، واسيبه ساعتين لثلاث ساعات علشان ملح خشن عشان يسرد الميه وينزل الميه الوحشه اللي في الاول اللي فيها مرار دي. هتلاقوا كده شويه ميه هنا، شايفين شويه الميه دول؟ عايزين نخلص منهم، مش عاوزينهم، لان بعدها نشطفه ونحطه في ايه، في مصفه كده جميله اهي، ون ايه ون ونشتغل بيه. خلاص بسم الله كده اخده هصفيه بقى هناك تحت الميه النظيفه عشان ناخد الايه الليفت النظيف. ماشي الكلام كده، ولازم نصفيه. هو طبعا احنا شطفناه دي كانت تاني مره، بس برضو ايه نعمله قدام حضراتكم عشان تشوفوه وتبقوا عارفين ان الميه الاولى هتلاقوا الليفت كده جمد. بعد المرحله بتاعه الملح دي هتلاحظوا حاجه في المخلل او في الليفته نفسها. الليفت هتلاقوه نشفت جمدت. دي ان شاء الله مش دي تعيش مع حضراتكم وما تبص وتعيش معاكم وقت طويل. خلوا بالكم في لفت بلدي وفي لفت افرنجي. البلدي ده بيتزرع في سبتمبر واكتوبر ويفضل الزراعه بتاعته لحد شهر نوفمبر. الاجنبي ده بيفضل لحد ابريل، مفيش مشكله، احنا بقى عايزين البلدي بتاعنا. الاثنين بيتزرعوا في كل انواع الاراضي عادي، الارض الصفراء الثقيله والطينه والخفيفه والحاجات دي كلها حضراتكم اكيد هتبقوا عارفين. البنجر انا خدته غسلته برده وقشرته وقطعته بنفس الطريقه. لو انا كنت مقطعه ده دواير كنت هعمله بنفس الدواير. عايزه اعرف، هموت واعرف سبايدر بيضحك على ايه. ها قول لي. طيب ماشي يا مونتي، اوكي خلاص تواصل يعني عبر الانترنت. طيب ماشي. بصوا بقى بسم الله. طبعا البرطمان معقم زي ما اتفقنا، عندنا غساله اطباق هنحطه فيه وهنسيبه يطلع مفتوح كده ما فيهوش نقطه ميه وما فيهوش يعني ايه ما فيهوش مش كارف من حاجه. والبرطمانات اللي هنخليها للمخلل هنخليها للمخلل، من المربى للمربى وهكذا. طيب لو انا هفترض ان انا خايفه هاخد شويه خل احطهم جوه وهقفل كده الغطا وهرجه جامد وحتى الغطا كمان يتعقم بالخل، ومفيش مانع ابدا ان انا اعمله واحط فيه بعد حتى ما انا شطفته بالخل من غير ما انشفه ولا حاجه. خلاص هبدا بقى اخد الليفت ده بسم الله، هننزل كده منه شويه بالتبادل مع البنجر. انا بحب الحقيقه البنجر يبقى كتير شويه، بحب الميه بتاعته تبقى حمراء وجميله كده حلو. بيدي كده ايه شكل جميل. هنتكلم بقى عن الملح دلوقتي وعن الميه. اتفقنا ان اول خطوه مهمه في الليفت عشان تحصلوا على ليفت جميل يعيش مع حضراتكم، ان احنا هنرش معلقتين من الملح على الليفت كبار علشان نبدا نخليه ينزل الميه اللي فيه اللي هي الوحشه دي لمده مثلا ساعتين لاربع ساعات، وبعدين نبدا نحط نشطفه تاني ونصفيه في مصفى. لا ما بنحطلوش زيت، ده خل بس شويه خل.
بس هنحط له سكر، هنحط له ملح وميه وخل فقط لا غير. خلاص كده هناخد بقى شويه الحلوين دول كده. البنجر ده روعه، ويعني من الحاجات الرائعه. عايزين نعمل مخلل البنجر بقى. البنجر انا عملته قبل كده بس ممكن نعمله مع حضراتكم بطريقه ثانيه. يا سلام عليه بقى وعلى جماله المخلل البنجر. الميه بقى نتكلم عن الميه اللي هنسقي بيها. طبعا كل كوبايه ميه عليها معلقه كبيره مليانه من معلقه الاكل دي ملح. اللي ممكن يزود ملح ويحبه مالح شويه ممكن يزود من معلقه ونص المعلقتين، بس هيبقى مالح قوي. المعلقه دي الريزنبل يعني حاجه كده كويسه ومعتدله. هندوب هنقيس بقى هما بيعملوا ايه بقى. اقول لكم طريقه عجبتني قوي، عجبتني جدا، فيها ذكاء شويه. هي ايه؟ هي انه مسكوا كده الميه وراحوا حاطين كده الميه دي. خلوا بالكم معقمه. استنى عايزه اقول لكم الليفت ده كمان مليان مضادات اكسده، مليان كالسيوم ومغنيسيوم. وبعدين خدنا الميه دي ورجعنا هنا عند البوله. هلبس بس الجلافز، مهم كمان ايدينا تبقى كمان نظيفه ومعقمه وما فيهاش، يعني الافضل نبقى ايه واخدين بالنا من القصه دي. وهعمل كده بسم الله عشان ما احطش ميه زياده عن الملح. خدتوا بالكم الحركه دي؟ بص الحركه دي عشان لما احط الملح بقى ما يزيد فوقه ولا يقل عنه. طيب يلا بينا حبايب قلبي. هناخد بقى الملح. خلاص هم دول يعملوا لتر، يعني اربع معالق كبار ملح. وانا هدوق، لازم تدوقوا، ما ينفعش ما تدوقوش. اولا هاخد معلقه سكر اهي، معلقه سكر، وهاخد الملح. معنا مين؟ هبه. اهلا يا هبه. صباح الفل. صباح الفل يا بوبوس، عامله ايه؟ الحمد لله. انا لازم ادوق بقى. يا نور عينينا، ده احنا نبعت لك مخصوص يا بوبوس. ربنا يبارك لك يا روح قلبي. جميله السبانخ ما شاء الله، تسلم ايديك. تسلم يا نور عينيا، تسلم يا حبيبتي. حلوه والفراخ كمان بطريقه جميله جدا والله. تغيير تغيير ومغذيه برضو. تغيير انا بعملها بقى برضو بالرز، بتطلع حلوه ما شاء الله. ما شاء الله الكبد والقوانص والحاجات دي برضو بتخليها طعمها حلو، بتديها طعم احلى. حبيبتي والله هي من ايدك كل حاجه حلوه يا حبيبه قلبي. انا عايزه اقول لك بقى على حاجه عملتها امبارح، بس يا رب تطلع حلوه. يا رب هتطلع ان شاء الله. جربت بقى الجبنه القريش. يا نور عيني جدع. ايه قولي لي. يعني فتحت بقى على اليوتيوب ومشيت على طريقه كده، وربنا يسهل يا رب وتطلع حلوه. هتطلع حلوه زي القمر. اوعي تنسي تشيلي من الوش اللبن القشطه الاول. في رق كده رفيع شيليه بايديكي، ده تعملي منه زبده. جمعيه في الفريزر، دي تسيح على النار وتطلع زبده روعه، حتى لو انت ما فصلتيهاش. تمام. ما خضتيهاش يعني. لا ما خضتهاش بس. جمعيها وش اللبن، اوعي ترميه. لو بتستخدمي لبن حليب جمعيه ونعمل منه زبده وان شاء الله اعمله لكم في مره. طب حلو حلو. اوعي. عندي كمان ولادي بيحبوا المرط قوي ما شاء الله، ولازم رشه يعني الملح مع وانت بتسيحيه عشان وتقلبي عشان تديكي مرطه حلوه. تمام. بس ان شاء الله تتلسع مني. لا لازم حلو. نار هاديه. انت اول ما تبداي تحطي الزبده هدي النار كانك تعمليها رز شمعه، عشان من الاول للاخر تاخد وقتها في السوا وما تتحرقش منك. وخلي بالك هو بقى عايز اخلص بقى. لا يا روح قلبي، ما عشان تاخديها صح، عشان تاخديها صح يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي يا روح قلبي. تسلمي يا حبيبتي، الله يسلم عمرك يا روحي، دايما عامر يا حبايبي والله. بصوا انا دوبت الملح الخشن بقى خالص، وهبدا بقى ايه اخد ايه اصب بقى. نرجع بقى للايه للموضوع ده تاني. ناخد بقى الايه البوله القمر دي الصغنوسه، هي دي كبيره شويه. ناخدهم هنا، معلش هرجعهم تاني هنا. ايوه بسم الله. يا سلام. ايوه كده بسم الله. نصب بقى ايه ده. يلا ننزل بقى دول كده. خلاص انا حطيت السكر، حطيت نسبه الملح زي ما قلت لحضراتكم، معلقه ملح مليانه ممكن قوي قرن الفلفل ده، بس انا هفتحه نصين يطلع بس عارفين ايه طعم، بس يعني حاجه خفيفه.
خلاص. والخل اهم حاجه فيه شويه الخل، انا عايزه احط ليه شويه خل. هو احنا في الاغلب ما بنعملوش في الاول الا لما بيبدا يدخل في التسويه، ممكن الناس تضيف يعني ده ياخد ربع كوبايه خل كده او ثلاث معالق خل على البرطمان ده خلاص، بس انا بحب احطه في الاول بس علشان الخل بيظبط الدنيا خالص. وبعدين هناخد بقى، انا طبعا ايه لو ما عنديش مثلا كيس ثلاجه، لكن انا عندي يعني ما عندكوش حطوا بلاستيك او حاجه من على الوش يعني اهو، يعني نقسمه اتنين يا اما هنخليه كده عشان نطمن. الميه لازم تكون غمراه، ما فيش حاجه ظاهره اهو، مغمور خالص فوقه. وهنبدا نحط كده كده ونقي بسم الله الرحمن الرحيم، ونقفل كده بسم الله كده شويه بقى حلوين كده كده، وسيبوه بقى هو هياخد له لحد اسبوع مثلا. ممكن اقص الزياده دي عشان تبقوا شايفينه كويس. اي نايم على وشه، ممكن على اول يومين نحطه مايل على وشه ما يجراش حاجه، بس احنا دوبنا الملح خلوا بالكم، فالدنيا جميله ماشي اهو. خلاص ناخد بقى البرطمان القمر ده كده هنحطه هنا كده مع الليمون القمر ده والفراخ والسبانخ. وطبعا اللفت برضو من الحاجات الرائعه. عايزين بقى نعمل مع بعض حلقه كده يكون فيها مخللات المشكله اللي بنحبها. تسلم ايديكم. ليه بقى؟ لان هي بصراحه من الحاجات الرائعه. ممكن بقى شويه الرز دول نقلبهم كده تقليبه سريعه، بصوا كده ريحه روعه اهو. بصوا الرز خرابي، شايفين ادي الرز، بصوا يتاكل لوحده والله. انت فين يا استاذ شاورما؟ تعال. ايوه يا ياكلوه لوحده، كلوه لوحده حبايبي. يا نهار ابيض، شويه عيش ايه يا مونتي هتاكل بيهم الرز يا مونتي؟ انا قربت انهار. طيب ماشي ماشي، شكله جميل ماشي، بفكر اغلفه لكم والله. استنى احطه لكم في بوله واقلبه لكم في طبق بما انكم نفسكم فيه اهو. الطبق اهو يلا عشان تاكلوا. طماطم مخلله تاني في نفس الحلقه؟ طب ممكن نغير. حبايبي بيقولي لو بقى جنبه شويه طماطم مخلله. ماشي حاضر حاضر يا حبايبي، نعمل لكم اللي انتوا عايزينه. انتوا عارفين ايه؟ نفضل واقفين نعمل يعني مثلا كام حاجه لما الواحد ربنا بيقدره يقف يعملهم في البيت في الوقت اللي فيه اجازه ده، فنقتنص الفرصه. بعدين يجي يقول لك الاقي بقى ابني واقف بعد ما عملت الحاجات اللي هو طلبها برضو. مامي هو انت ما عملتيش مش عارفه ايه؟ فسفوسه صغيره كده، ابص له كده عينيا بقى ايه تبدا تتكسر كده، ما ببقاش شايفاه كويس، تزغلل عينيا تزغلل وما بشوفوش كويس. بقول له حبيبي اطلع بره، اطلع بره يروح قلبي عشان هنا يعني المطبخ حر عليك شويه عشان ما تهورش. اطلع بره حبيبي عشان الجيران، انا حاسه ان الجيران بيشوفوني نازله وطالعه في صمت ما منطقش في حالي. وبعدين يسمع صوت، اكيد بيسمع صوت اكيد يقول لك الست دي اكيد عندها شيزوفرينيا، عندها انفصام في الشخصيه. الصوت ده طالع من الست اللي لازقه قدامنا الكمل دي، الست العقله دي. انت عارف ايه واحنا بنذاكر؟ ايه يا حبيبي؟ يعني عارف حاجات بتطير بقى، انت فاهمني؟ كل شويه اقول له ايه؟ كل شويه اقول له نواني السليبر بتاعي، كل دقيقه نواني الستيبر. هو عارف اول ما اعمل كده، اول ما اروح راجع من الكرسي لورا بس يطلع يجري. بنشن جامد اه والله. لا بيجري مني بس ايه، على مين؟ زمان كنت بهرب من بابا كده، كان برضو نهزر معاه كده وبعدين يفضل، فافضل اجري بقى حوالين السفره وهو واقف لي يعمل لي كده، يقول لي اما انا مش هسيبك برضو. اقول له طب وريني هتعدي ازاي. بنشوفه بيطلع على عينينا يا مونتي دلوقتي. يا نهار ابيض. ماشي يا حبايبي حاضر. يا نهار ابيض، بصوا بقى اصل دي القرفه، فانا عايزه اشيلها عشان ما حدش تيجي تحت سنينه. عايزاكم تدعوا لي، مش عايزاكم تزعلوا مني. بصوا يا نهار، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله كده. يا خبر حلو ده، حاجة خضرة. حطيت لكم اهي ورقتين لورا
يلا حلوين رضا من عند ربنا، نعمة وفضل. بسم الله يلا بينا أهو. صحة وهنا يا حبايب قلبي، وأتمنى يا رب الوصفات النهاردة يعني تكون نالت إعجاب حضراتكم، جربوها وبالهنا والشفاء. واسمحوا لنا بقى نستسمح حضراتكم في استراحة علشان نستعد نستقبل الفقرة الطبية بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم.